نبغى أقول لكم التلي سالفة كيف. ها إيه التلي ميه يصنعونه من الهدوب ومن الخوص. شوف هذا الخوص وهذه الهدوب يصنعون التلي. هذا التلي، هذا نصنع التلي من هذا، نصنعه من هذا، وهذا هذا نسوينه من هذا. يركبونه على الكنادير، يركبونه على السراويل، يركبونه على الثياب، يركبونه على كل شيء. تبين تتعلمين التلي عمي؟ إيه. شاطرين اليوم، لابسين وحلوين. شوفوا روحنا كنا صغار كبركم هكذا نفسكم، نصير ندور اليد وين نقعد حواليها ونخليها تعلمنا، نقولها علمينا كيف تسوين، كيف تشتغلين، وتعلمنا منهم الشغل. تحبون انتوا هاي الشغلة؟ تحبونها؟ ديت بنياتي، شاطرات بنياتي، ديت بنياتي. على الرغم من أن أشجار النخيل معروفة بكونها المصدر الرئيسي للغذاء في المنطقة، إلا أن فروعها وسعفها تدخل أيضاً في حرفة النسج التقليدية المعروفة باسم الخوص. ويانا الحين الوالدة أم يعقوب. نعم. ومع واحدة من أهم الصناعات اللي كانت مرتبطة بماضي الأجداد، صناعة الخوص والصناعات المتعددة اللي مرتبطة بالخوص. نعم. الحين شو جالسة تسوين هنا عندنا؟ أنا هذا الحين بسوي سرود. نو علمت؟ جدتي أمي الله يرحمهم ويرحم أهلك إن شاء الله، والله يطول إن شاء الله أمر أمنا الشيخة فاطمة. آمين. أم الأمارات اللي ذكرتنا في هالشيء، حافظت أنا بنت الأمارات وافتخر إن شاء الله. طول لا الله يرحم أبونا الشيخ زايد، قال ما له ماضي ما له حاضر. ليش يعني الشيء هذا مهم إن نحن دائما نحفز عيالنا عليه ونحافظ عليه؟ بقول لكم 60 نمونة فيها هذا القلب، بنسوي هذا الشيء، المخراف، المكد، السرود، الخصافة للتمر، الحصير، اليالوق مال التمر، هذا قبل التمر يحطونها في واليق. يعني ما شاء الله تستفيدون من كل شيء، من الانخل، من كل شيء.